اليوم في مدينة إسطنبول في 7 فبراير تم تدشين ملتقى أثر. هذا الملتقى الذي يهتم بريادة الأعمال والتسويق الرقمي لضرورتها في حياتنا الواقعية ونقصها في المجتمعات العربية. البرنامج سيكون مكثف في جوانب ريادة الأعمال. هناك دورات عديدة متنوعة في ريادة الأعمال، من حيث التأسيس، من حيث البناء والفكرة، من حيث التنفيذ وبناء المشاريع الناشئة وكيفية تطويرها بحيث تصبح مشاريع ريادية كبيرة. واليوم تم استدعاء حاضنة بناء وشرفونا في مشاركتهم في هذا الملتقى الرائع، وإن شاء الله تعالى يكون له مخرجات وأثر يستفيد منه المجتمع اليمني وأيضا جميع المجتمعات العربية. جزاكم الله خيرا وأهلا وسهلا فيكم.